جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القنفذة أم علي بعثت برسالة تقول: أرجو أن توضحوا لي صفة سجود التلاوة وكيف يكون، وهل تجب علي تغطية رأسي، وهل أكبر أم لا؟ جزاكم الله خيرا. صفة سجود التلاوة كصفة سجود الصلاة، لأن يخر ساجدا على الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو بما تيسر له، وإذا كبر عند انخفاضه للسجود وكبر عند رفعه فلا بأس بذلك، وإن لم يكبر ليس هذا بواجب. وتغطية المرأة رأسها عند السجود أيضا ليس بواجب، لأن الصحيح أن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة، وإنما هو عبادة مستقلة.